هنشتغل اليوم من خلال فينجر هيل ستيك، هنضرب الاصبع ونطلع منه عين الدم قليله، وهنشتغل فحص نسبه الهيموجلوبين في الدم من خلال الهيماتوكريت ميجرمنت او ديترمينيشن. اول شيء نيجي نختار الاصبع اللي بدنا نوخذه، تمام، بنمسحه. بعد ما نمسح شغلتنا بسيطة جدا، عارفين احنا المكان اللي بدنا نأخذ فيه، ما بناخد من الوسط ولا بناخد اطراف الاصبع. اطراف الاصبع بتكون تروية الدم قليلة، تمام، في الوسط بتكون اعصاب وعظام، تمام، فانا بضطر اخد من الطرف هذا او الطرف هذا. وخزة الدم لازم تكون قوية بحدود معينة وعميقة بحدود معينة، تمام، في المكان اللي أنا طالبه، تمام. أول نقطة بتطلع عندي بنمسحها، ما بتلزم. ثاني نقطة بنتني إيد المريض زي هيك، بنعمل مساج خفيف. طيب ناخذ الدم الان، لازم اعبي 3/4 75% من الكابلري تيوب. باسرش لو طلع معانا فقاعات هواء، هاي طلع، انا تعمدت انه يطلع معايا فقاعات هواء، بأسرش. طيب بعد ما نخلص نمسح اصبع المريض سلامتك، ونقول له لمدة دقيقتين ضلك حاطط القطنة على اصبعك، لسه ما خلصناش. نيجي بنسكر في اصبعنا زي هيك، وهذا الطينة شوفي عندي كيف طلعت الهواء، شايفين كيف؟ ما بحطش اصبعي من فوق، بخاف تنكسر وتطلع في اصبعي. هذه طينة كلاي، طبعا اهم شيء الطينة اللي نعملها، اهم شيء تبعتنا ندوه، اهم شيء الطينة اللي احنا حطناها لازم تكون كتيرة. ليه؟ بنضع الان في السنترفيوج، شغل الجهاز وسمحت، في السنترفيوج، وبناخد قبالها بالانس، تمام. هاي تنتين قربها، هاي العينة اللي أخذناها. طبعا العينة اللي أخذناها يا جماعة الخير معايا، العينة الفتحة جوا، الفتحة جوا، الطينة برا، لأنه لو قلبناها زي هيك الدم حيطلع برا، تمام. لا بنروح عاملينها هيك، وهذه إقبالها من لعمل الاتزان. هذه سكرناه، عصناها، سكرنا الجهاز، تمام. وقف الهيموجلوبين طبعا الان بعد 15 دقيقة ل 4000 دورة لفة راوند بير مينيت في جهاز السنترفيوج او هيماتوكريت سنترفيوج اسمه هذا، بنطلع الانابيب. شوفوا كيف طلعت عندي الانابيب، شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ اللي تحت طينة، هذا اللي بالابيض، اللي بالاحمر كرات دم حمراء
ريد بلاد سيلز او سيلولار اليمنت نسبتها تقريبا بتكون لازم تكون يعني 45% او حوالين 45%. على الوجه هيك في حاجة اقل من 1% اسمها البافي كوت، هذه خلايا دم بيضاء وصفائح دموية، اللي فوق بالاصفر بلازما. تمام. طب كيف بدنا نطلع نسبة الهيماتوكريت؟ ولا حاجة. ها هاي على الريدر، شايفين الريدر هذا؟ قربي هذا اللي بتصور. لازم الخط الابيض يجي الخط الابيض على الخط اللي تحت. تمام. طيب ما اجاش الخط الاحمر على الخط اللي فوق، بنيجي زي هيك. تمام. عفوا، هذه على الخط الاصفر، هي اجى الخط الاصفر ولا لسه؟ تمام. طيب الان شوفي هذا الخط الثالث لازم يجي على الخط الاحمر هنا. قديش طلعت عندك؟ 45 ولا مش 45؟ 45. يبقى الرقم 45. مش بس كده، مش بس كده، خليكم معي مركزين. الان طلع معي اللون 45%. الهيموغلوبين قديش نسبه الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين بيساوي الهيماتوكريت اللي توزعنا فيها مهند على 3. قديش طلع الهيماتوكريت؟ 45 على 3، الهيموغلوبين طلع 15 جرام بسليتر. مش بس كده، الريد بلاد سيلز خلايا الدم، كرات الدم الحمراء، قسم الهيموغلوبين كمان مرة على 3، طلع عندك 15 تقسيم 3، طلع عندي الريد بلاد سيلز 5 مليون. 15 على 3. فإذا شوفوا هالفحص محلاه، ما أسهل خطوة واحدة وفحص سريع وفحص مستقر، إلا إنه طلع لي الهيماتوكريت، من الهيماتوكريت طلعنا الهيموغلوبين قسمناها على 3، وهذه اسمها رول اوف 3، قاعدة الثلاثة، قاعدة الثلاثة اسمها، متبعة في الجامعات وفي المستشفيات وفي العيادات. قال لك الهيماتوكريت بنقسمها كمان مرة على 3 على الريد بلاد سيلز، بتعطيني الريد بلاد سيلز اللي هو 5 مليون. شوفي اكبر رقم طلعته من الستيب هذا. يعطيكم العافية. شوفوا يلا اشتغلوا عادي، تلقيت يلا.